في إطار اليوم العالمي للاحتفال بالمرأة القروية اللي كيصادف 15 أكتوبر من كل سنة، قامت العمالة ديال الإقليم مديونة وبشراكة مع جمعية فورم الركوب تنظيم هذا اليوم هذا داخل الحاضنة للتعريف بالمرأة القروية، بحيث صادفنا واحد جوج نساء رواد اللي عاودوا لنا على التجربة المهنية ديالهم وشاركوا الحياة ديالهم مع هاد الناس، بحيث صادفنا هاد الناس ديال الإقليم وهاد الرائدات من هاد إقليم مديونة باش يشاركوا هاد التجربة الناجحة ديالهم مع هاد الناس هادو بمناسبة اليوم العالمي للاحتفال بالمرأة القروية. أنا الآن ربت بيت وكنمسح داكشي ديال الفلاحة، منها تربية الدجاج والدجاج بالبيض ديالو، تربية الأغنام، كنمتهن الصناعة التقليدية وكندير شي أعمال حرة، أعمال حرة أخرى. نقول لي سأل في هذا النهار أن كل العائلات كلهم أن كل نهار عندهم عيد، وعيد سعيد للمرأة القروية خصوصا، وكنتمنى أن تعطي كل ما عندها وتكون رافعة راسها بالعمل ديالها بالتبادويت ديالها كما كيقولوا. والحمد لله ماشي المرأة القروية، كلمة القروية ولا البدوية العربية بالمصطلح العامي ديالنا أنها عيب، ماشي عيب، ولكن العيب أننا نبقاو في بلاصتنا، العيب ماشي أننا نزيدوا قدام. أنا مرأة قروية فعلا، ولكن كنحس براسي بأنني ما افتخر بأنني مرأة قروية، عطيت ومازال كنعطي والحمد لله، ما متكلة على حتى شي واحد ولله الحمد. المرأة القروية اش غنقول لك، المرأة الحديدية، المرأة اللي ما كتقولش أح، المرأة اللي ما كتقولش لا، المرأة اللي ما كت تبارك الله عليها، اللي اش ما واخا نقول اللي نقول ما غاديش نوفي بحق المرأة القروية. كنقول لهم تبارك الله عليكم وزيدوا تحزموا وتشمروا، ويعني اش غنقول لك، المرأة راه كيقول لك النص في المجتمع، المرأة راه هي المجتمع كله، وتبارك الله علينا والله ينصر سيدنا. وبالنسبه للعالم القروي راه ما بقاش ديال الستينات وديال السبعينات، انا عشت في العالم القروي في الستينات وعشت في السبعينات، يعني ولاو مراكز كثار، وتبارك الله وصلى عن بين النساء القرويات ولاو كيديروا يعني ورشات الحلاقه، كاين الطرز، كاين الخياطه، كاين الطبخ، كاين لاباتيسري، كاين يعني كل دوار الا مفتوح فيه مركز. الله ينصر سيدنا والله يزيد في مدادو، وتبارك الله على المرأة القروية، راه كيف قلت لك المرأة الحديدية اللي ما كتقولش لا وما كتقولش الحمد لله، اللهم لك الحمد.